55 جنيه 55 جنيه ده كام برضه؟ 55 55 جنيه ده كل ده 55 ده 55 جنيه بينور تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يوم جديد وجوله جديده. جولتنا النهارده هتكون عند المسلم. معانا حاجات العيد نزلت، كل سنه وانتم طيبين. الصيف نزل معانا، معانا بديل الاسعار من 25 جنيه وعرض ال 55 براتين الجنس وتيشرتات بناتي واولادي. معانا من مواليد لحد السن المحير، كل حاجه هنشوفها معانا، خامات واسعار ومقاسات، وكمان في لسه تصفيات شتوي في المكان. بس قبل ما ابدا الفيديو، لو اول مره تشوفوني اشتركوا في القناه وشير كتير جدا للفيديو ده عشان ناس كتير تستفاد بالعروض. واهم حاجه تضغطوا لايك كتير جدا للفيديو عشان الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من الناس وخير الناس انفعهم للناس. العنوان بالتفصيل مصوره اخر الفيديو، ونبدا الجوله على بركه الله. بس العيد نزلت يا علي، بدا الاسعار برضو من كام زي ما تعودنا؟ من 55. نفرد لنا بس عدل يا علي. بصوا ده 55 جنيه، ده عايز بنطلون جينز وخلاص تمام قوي. الخامات تحفه تحفه، هات لنا اللي احنا فاتحينهم دول يا علي. بصوا ده برضو 55 تمام. قول لنا السعر ما تفرج يا علي. اعدل. ده 55 برضو تمام. بناتي سن محير عامل كام يا علي؟ 55 جنيه تمام. يعني ده كل عرض، كل ده حاجات جديدة يا جماعة. 55 جنيه. في حاجات تانية في رجال، في رجالي كمان. ده بصوا بكام ده؟ 55. ده يمشي تيشيرت ويمشي اندر شيرت. مقاسات الخامه تحفه يا علي، تحفه بجد. مقاسات ده ولا مقاس واحد؟ مقاسات ده اكس لارج بتاعه مقاسات. حلو قوي ب 55 ده، حلو جدا. في مقاس اكبر منه صح؟ في كذا مقاس، في كذا مقاس. افرد بس ونقول السعر. 55 جنيه تمام. كل المقاسات اولاد. ايه الجمال ده؟ ثواني كده، ده في استراس يا جماعه لمعه كده، حلو قوي ده. لا استنى كده، ده كام برضه؟ 55 تمام، حلو قوي. قول لكم اي حاجه من دي. بصوا تلبيس محير ده، اعدل لنا الكم بس يا علي يبان. ايوه كده، عامل كام ده؟ 55 جنيه. ده عرض ال 55، كل ده حاجات جديده يا جماعه. ده برضه 55 وش وضهر تمام. بناطيل اولادي برضه موجوده سن محير، ده 55. كل ده 55. ايه الجمال ده؟ بصوا ده، ده بنطلون وخلاص الطقم كامل معاكي بقى. ده برضو 55 جنيه. طقم كامل 110، ده ب 55 برضو تمام. 55 في اطفال كتير. بصوا في اطفال كمان. الجمال ده بينور يا علي. بكام ده؟ ب 55. بص هو بينور من هنا. ده 55 جنيه بينور تمام. لحد 5 سنين. لحد 5 سنين نفس السعر. نفس السعر. تمام حلو قوي. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، كميات كتير قوي. ده قسم يعتبر جنس بس. ده كله ده جنس عرض 150. أي حاجة من دول 150؟ أي حاجة عاملة 150. بصوا أي حاجة من اللي أنتوا هتشوفوها دي، ده لحد المحير يعني. ده لحد المحير. يعني في حاجات قطعتين. أيوه في حاجات قطعتين، ما كله قطعتين ده. كله قطعتين. كله ترانزات. 55 100 جنيه. 100 كام؟ 55 150 يا جماعه، 150. بصوا قطعتين 150. حتى الفستان ده يا علي؟ الفستان ده عامل 200. 200 جنيه، ده عامل 200 جنيه. ده 200 جنيه، اي حاجه من دول 150. ده جبردين ده ولا جنس؟ جبردين. 150 جنيه قطعتين جبردين. حلو قوي. الاندر شيرت اللي تحت تحفه، يعني بصوا والخامه تحفه بتاعته. حلو قوي. 150 تمام. ده حاجات لسه جايز يعني. لسه جايز. ده مختلف عن ده خالص. امسكوا لنا كده بعد اذنك. بصوا ده ادينا ظهره كده يا علي. بصوا بالظهر كمان، ظهره تحفه. 150 جنيه. رقم على بعض عامل 205. بصوا تحفه. ده ب 150 جنيه ظهر وش. بصوا معاه بنطلون 150، معاه بنطلون ب 55، معاه بنطلون كمان ب 55. يعني الطقم كله ب 200 وكام؟ 205. 205 طقم ثلاث قطع. حلو قوي تمام. بصوا هنا هدوم العيد كتير قوي، كل ده 55. يعني هتلاقوا حاجات كتير، وفي حاجات شتوي شويه. 55 كل الاستاند اللي انتوا شايفينه ده بالطول ده كله، كل ده هدوم جديده يا جماعه، كلها 55 جنيه. معانا ايه تاني يا علي العيد النهارده؟
حلو قوي ده برضه، ده جبردين برضه؟ اه 150 جنيه. لا استنى اما نشوفه بعدين نقول لنا السعر. بصوا الاندر شيرت بتاعه تحفه تحفه، اقفله لنا كده يا علي يبان شكله بس. ده عامل كام القطعتين ده؟ 150 جنيه. مقاساته لحد ايه؟ لحد 10 سنين. لحد 10 سنين، في منه الوان برضه يا علي؟ الوان منه. تمام، في ايه معانا تاني؟ انا شايفها ما شاء الله فرشته حاجه كتير قوي. قوي. لا احنا هنلف لنا بقى يا علي الحاجات دي. تمام. بصوا يا جماعه كل ده 55 جنيه، اي حاجه من اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. ما شاء الله اللهم بارك المكان مليان. في بلوزات تاني، بصوا كل ما هنمشي نلاقي. دي ب 100 جنيه. دي تمشي سواري افراح قوي شويه يا علي. دي ب 100 جنيه. تمام. في عرض هنا 25. في عرض كمان 25. تيشيرتات. بص اندر شيرت. ورينا منها كده كذا قطع يا علي. بص كده. 25. ثبت لنا ده عامل كام؟ 25. 25 جنيه تمام. والبنطلون ده؟ لا البنطلون ده عامل 55. انا امال حطه 25 ليه طيب؟ جايبينه بالغلط يا جماعه. شوف لنا دي كده. بص كده. بصوا دي برضه عامله كام دي؟ 25. 25 ده برضه عرض 25؟ ده عرض 25. شوف كده كده يا علي. بصوا ده 25 جنيه. 25 جنيه. وعرض حاجات تحفة برضه شغالة. وفي أطفالي. عرض الجواكت ده ده بيبيهات ده. بيبيهات. 25 جنيه برضه. يمشي أندر شيرت ويمشي على شورت في البيت. يبقى حلو قوي دي برضه؟ 25. ثبت لنا كده يا علي. بصوا دي 25 جنيه. 25 تمام. عايزين نقول لكم الاسعار بدأ هنا من 25، وفي لسه شتوي موجود. شتوي موجود في 150 وفي 200. في 150 وفي 200، ده بس للعلم في المكان. في الحاجات دي عامله كام؟ ده ب 100 براتب. وريها لنا طيب كذا حاجه كده. ده جديد ده عامل كام ده برضو؟ 100 جنيه. اي حاجه من الاستاند ده ب 100 جنيه. 100 جنيه. بصوا ده الابيض بتاعه 100 جنيه برضو. 100 جنيه. تمام. دي سلوبيتا كده. دي 100 جنيه برضه، مقاسات برضه دي يعني. تمام. 8 سنين 9 سنين 10. لحد 8 او 10. وفي فساتين برضه. في فساتين 100 جنيه برضه. بصوا ده 100 جنيه. تمام. عدي يا حبيبتي. ثواني. ورينا يا علي. لحد 7 8 سنين ب 100 جنيه. تمام. وفي بناصيل كتير جدا، ده كله جنس، كل ده جنس. كل ده جنس. كل ده سعره 100 جنيه. كل ده سعره 100 جنيه. تمام. كل ده 100 جنيه. بصوا ده برضه اعدل لنا بس يا علي، ده 100 جنيه برضه. تمام. في ورانا حاجات نزلت ثانيه جديده كتير. كلها عامله كام؟ 150. اي بلوزه فوق وتحت 150. بصوا يعني دي 150 دي قطعتين يا علي. افتح لنا الجاكيت وهي زي ما هي كده يا علي. طب ترجع لنا لورا بقى ده ما نعرف. دي 150 دي قطعتين. دي معاها ترتر قلاب شكلها تحفه. 150 تمام. مقاسات برضه. مقاسات. عشان شايفه في مقاس صغير ورا. تمام. في ايه معانا تاني؟ بص دي كده. دي قطعة لا قطعتين برضه، كل ده توينزات. كل ده توينزات. دي 150 جنيه برضه. بصوا الجمال حلو قوي. 150 جنيه. 150. تمام. بص على البلوزة دي. في حاجات تانية يعني، عايز أقول في موديلات تانية ورا. ثواني يعني. بصوا في موديلات تانية ورا كمان. شيل لنا ده دقيقة يا علي. بص في موديل ده تاني، ده يعتبر قماشه زي الجينز، شكل الجينز انما مش جينز. 150 جنيه قطعتين برضه. ايه الشياكه دي؟ حلوه قوي دي، عامله كام دي برضه؟ 150 جنيه. بره بتتباع ب 200 جنيه. تمام. واليومين دول كمان حاجه العيد بتبقى غاليه شويه. يومين عيد فبيبقوا. والفساتين دي برضه 150؟ الفساتين دي، الفساتين دي كانت كنا مسعرينها ب 350 جنيه، بعد كده نزلنا 250 جنيه. 250 دي معاها شنطه وكلون؟ شنطه وليجن. بص الشنطه بتاعتها والاسترتش بتاعها ماشي. عامله 250 جنيه. ثبت لنا عامله كام دي؟ 250. 250 فيها جميع الالوان. كل الالوان موجوده يعني. بصوا عايز اقول لكم لحد 7 سنين. لحد 7 سنين. ده شكل تاني منها برضه. تمام. في الوان منها وفي الوان. في توينزات كتير قوي. في توينزات كتير قوي ب 150. تمام. هنقدم شويه قدام كده نشوف بعض الموديلات معاك. ده زي اللي شفناه هناك. بس ده لون تاني. لون تاني. وعلى مقاس اصغر. على مقاس اصغر. 150. 150 جنيه. تمام. في ايه معانا تاني؟ بص كده. في حاجة زي كده. في حاجة زي كده. بصوا دي الخامة اللي هي المنتش زي بتاعت الناس الكبار يعني، الحلوة قوي البلوزات الكبيرة. عاملة كام دي؟ 150 جنيه. 150 جنيه. تمام. بألوانها برضو ولا ايه؟ بكل. لا ده الشيفون كمان بيختلف يعني. يعني بصوا ده الشيفون مختلف قوي. كل حاجة بألوان. كله مختلف. واللون ده كمان. كل وردته مختلفة. كل حاجة بألوان. بصوا حلوة قوي. ورينا لون تاني كده. كله ده بألوان. دي 150 برضو. 150 جنيه. حلوة قوي. تمام.
والفساتين اللي شفناها بصوا في منها دي اللي شفناها دي اللي كميه ده كله 250 صح؟ 250 كل ده 250 معاه شنطه ومعاه الكولون بتاعه بتاعته وكلون تمام. في ايه تاني معانا؟ بصوا في كميات كتير قوي هي ملابس سنه في فستان زي ده شنطه اه معاه شنطه لا وشنطه شفافه من الجديده يعني وحاطين لكم فيها برده شنطه صغيره حلوه قوي الشنطه بتاعتها تحفه. ده بكام بالشنطه؟ 250 جنيه. ادينا وشه بس يا علي. ده 250 جنيه بالشنطه. تمام. ده الجاكيت بتاعه جينز. لا طب ورينا اللون ده. اللون ده معلش يا علي بصوا اللون ده باين فيه اكتر قوي. ده حلو قوي ده. ده قلنا عامل كام؟ 200 وكام؟ 250 جنيه بالشنطه. الشنطه بتاعت شكلها تحفه بصوا حلو قوي. تمام يا علي. في منه الوان ثانيه يا حبايبي. ماشي في ايه معانا تاني؟ بصوا يعني في موديلات كتير يا جماعه بس احنا اللي بيجي في ايدينا بس بنوريه لكم يعني. فستان فستان بالكولون بتاعه فستان بالكولون بتاعه ومعاه كمان العقد ومعاه جاليه كل حاجه. اه عامل كام ده؟ 150 150 جنيه تمام. لا ورينا اللون اللي بعده ده. ده اشيك قوي يا علي ده. اه حلو قوي ده. ده معاه كولون وشنطه كولون وشنطه وكل حاجه. اه بصوا ب 150 150 تمام. في ايه معانا تاني؟ وده بطاقية يا جماعة بصوا ده بطاقية. اه ده ورينا ده اللي بطاقية ده 150 ورينا اعدل لنا الطاقية. طيب اعدل لنا وشه مفيش تمام. بصوا ده فستان يا جماعة بصوا شكله تحفة قصير قدام وطويل ورا ومعاه الطاقية بتاعته وعامل كام قلنا؟ 150 في منه ألوان كمان يعني أنا شايفة بصوا ألوانه كلها بصوا ده لون وده لون يطلع لنا ده برضو. اه ده عامل كام قلنا؟ 150 بالطاقية تمام. لحد 3 سنين لحد 3 سنين موجود شكله تحفه تمام. في ايه معانا تاني؟ بصوا معانا عايزين نوريهم برضو اولادي. خش على اه ناخد نبذه سريعه كده عن الاولادي. بليزر اولادي البليزر برضو لسه موجود عامل كام؟ 150 جنيه ب 150 جنيه مقاسات مقاسات من مقاسات تمام. اي بليزر 150؟ اي بليزر 150 بصوا كده بصوا ده تلبيسه برضو حلو مقاسات كل حاجة مقاسات. بص اللون ده كده ده لون تاني خالص بمقاسات تمام بمقاسات و 150 جنيه 150 جنيه. في معانا هنا برضو اولادي عايز اقول لكم عشان اللي طلب منا اولادي برضو اولادي ده كده ده توينز قطعتين ولا قطعة واحدة؟ ده قطعتين يا جماعة اه منفصلين تمام. ده عامل 150 جنيه ثبت لنا بس اعدله ونقول شكله عشان ياخدوا سكرينات عليه. اللي عايز يجي يقول لك عايز ده تمام. ده عامل كام قلنا؟ 150 150 الظهر سادة يا علي؟ ده اه 150 جنيه ده تمام. سنتين 3 سنين في منه درجتين كمان منه درجة في صحيح توينز زي كده ده توينز تاني برضه. طب قول لنا سعره هو مقفول الاول يا علي عشان ياخدوا سكرين عليه وبعدين نفتحه تمام. تونز زي ده عامل كام ده؟ 150 جنيه 150 جنيه برضه. ده قطعتين اولادي مقاساته تلبيس لحد كام يا علي؟ لا بصوا الاندر شيرت بتاعه تحفه يعني افتح سن علي بصوا الاندر شيرت بتاعه حلو قوي يتلبس تيشيرت لوحده على بنطلون اصلا تلبس تيشيرت لوحده حلو قوي على اي حاجه تمام. 150 في منه اشكال ثانيه يا علي ثواني شيل بس الشماعه دي بصوا في منه الوان كتير قوي في كذا لون في كذا لون كل ده 150 جنيه والاحمر بتاعه تحفه والاحمر اه تمام كل حاجه 150 كل ده 150 بتاع الاولادي ده تمام. كل الاولادي ده 150 مش كل الاولاد. طب ورينا تاني موديلات تانية اولاد. ده جنس قطعتين جنس قطعتين اه بصوا كده تحفه. ده اللي هو مش جنس ده قماشه عامله زي الجنس بس خفيفه حلو قوي شكله تحفه. خلي وشه اه تحفه ده من ورا كمان مطبوع ومعاه كابتشو. ادينا وشه بقى كده يا علي. ده عامل كام؟ 150 جنيه تمام. في ايه معانا تاني؟ ما تنسوش اللايك لو لسه متابعيني لحد دلوقتي انزلوا حالا حالا اضغطوا لايك خلوا ناس كتير تستفاد بالعروض والخصومات الموجوده في المحل هنا. المكان هنا بجد حلو جدا. اه ده برضو عامل كام؟ 150 جنيه. ده باللي هو بالسماعه؟ ايوه بالسماعه. اه ده سماعه 150 جنيه تيشيرت تمام اندر شيرت وحلو قوي. الشيرت اللي تحت ده بيكا صح ولا قماشه عاديه؟ اه بيكا بس بيكا الخفيفه كمان يعني ما تحررش البيكا يا جماعه حلو قوي. ده 150 جنيه بالسماعه تمام. بصوا الجنس ده عامل كام الاولادي ده؟ عامل 250 جنيه 250 جنيه. بصوا هو متسعر عليه الاسعار صح؟ متسعر على كل حاجه. بصوا بس الحاجات هنا لوكس هنا توب اه لوكس يا جماعه حلو قوي ده. افتح لنا الجاكيت سنه كده يعني عشان اعرف صوره بس حلو قوي. ده 250 جنيه 250 جنيه بصوا تمام. ده قميص زي كده ده بقميص بقى بكل باليه تمام 250 جنيه. ده عامل 250 برضه الوان منه في الوان منه في كذا لون بصوا كده بعد اذنك اه
في كذا لون منه، في كذا لون منه. تمام 250 250 جنيه هنا لحد المحيط، هنا من اول شهور لحد المحيط. سن المحيط. تمام حلو قوي. المكان كله اطفال. بص على البلوزه في معانا بقى تاني. بدله زي كده جنس، بدله زي كده جنس على بعضيها. دي جنس ولا جبردين؟ جبردين. جبردين عامله 350. دي بدله معاها بنطلون، معاها بنطلون عامله 350 جنيه. اللي هي دي برضو يعني دي. 350 حاجه جنس زي كده. بدله برضو؟ اه بدله. اه دي بدله بالبنطلون. بصوا تحفه. بره بتتباع ب 500، احنا ببيعها ب 420. دي ثلاث قطع. ثلاث قطع ب 420. 420 تمام. في منها برضو مقاسات، في مقاسات منها. المقاسات ما بتختلفش في السعر. تمام حلو قوي. في حاجه زي كده، هي بلوزه زي كده من هنا. اه ايوه 150 جنيه اي واحده من دول. 150 جنيه من اول فوق. 150 جنيه 55 اي حاجه من دول 150 جنيه. لحد سن المحايا. بص على الشفون. بصوا دي سي واي حلو قوي. دي الخماليه سي واي عامله كام دي؟ ثبت لنا وشها. 150 جنيه برضه. تمام بصوا الوان منها. ده بقى محير خلاص 150. تمام. هو العرض على الباب ده كله على كده 55. العرض ده كله 150. العرض ده 150. العرض ده كده 55. بصوا ده كل 55 يعني. بص كل ما الف في مكان 55 جنيه الاقي حاجات احلى من اللي احنا عرضناها كمان. يعني تيشرت زي ده 55، الخامه حلوه جدا، فده حاجه كويسه قوي. بص عايز اقول لكم المكان مليان ما شاء الله، اللهم بارك. كميات والشتوي لسه في منه عروض موجوده، ولسه في عروض 150 الشتوي. الجواكت دي لسه موجوده، حاجات كتير جدا. بصوا ما شاء الله بلوزات زي كده عامله 150 جنيه. بلوزات زي دي الفساتين هي اللي غاليه، انما اي بلوزه 150 جنيه. بص حلو قوي. تمام تعبتك معايا يا علي ومرسي قوي. الاسعار بدات هنا من 25 كمان، من 25 حاجات بيبيهات، و55 جنيه حاجات خلاص خروج رسمي للعيد. يعني ممكن تعمل لي طقم ب 110. تعمل طقم ب 110. اه حلو قوي. شكرا يا علي وتعبتك معايا، مرسي قوي. احنا النهارده كنا عند المسلم، لعنوان بالتفصيل هسيبه لكم اول تعليق مثبت، وهسيب لكم رقم للتواصل طول عرض الفيديو على الشاشه. واشوفكم على خير في جوله جديده ان شاء الله. هنيجي بقى لعنوان يا حبايب قلبي. احنا موجودين فين؟ احنا في شارع الجهري اللي عملت لكم عليه زوم. ده كوبري الازهر، وعلى اوله كمان رصيف حلاوه وبريموس مشهورين جدا، واحنا قدام كمان سيلفر هاوس. انا بعمل لكم زوم عشان تشوفوا شكل المكان بس. وقدام كمان سنتر الصفا على طول، وفي كمان سنتر مكه. بصوا هوريه لكم برده دلوقتي. بصوا في سنتر مكه على كمان هنا، هعمل لكم عليه زوم. بصوا هنا سنتر مكه، سنتر مكه التجاري. احنا كده قدامه على طول، يعني هتلفوا على طول هتلاقوا المسلم في وشكم على طول. عمل لنا جوله حلوه جدا من جوه، عملنا فساتين، معانا سن محير بليزرات، معانا توينزات، معانا حاجات كتير جدا جدا. بدانا الاسعار من 25 جنيه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم بقى اشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وشير ولايك كتير جدا للفيديو، وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد انزله ان شاء الله. ما تنسوش بقى اضغطوا لايك لو لسه متابعيني لحد دلوقتي، واستنوا مني جولات كتير باذن الله، واشوفكم على خير في جوله جديده بامر الله.